اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده حلاوه المولد، وانا حبيت اعملها لحضراتكم النهارده في المناسبه العظيمه دي، فرصه نهني كل الامه الاسلاميه من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه بالمولد النبوي الشريف. حلاوه المولد مش هنقول غاليه او رخيصه، انا ما خصنيش الموضوع، انا يخصني ان انا ازاي اساعدك تعملي حلاوه المولد بطريقة بسيطة وغير مكلفة، يعني الحاجات اللي أنا بستخدمها في متناول الجميع، وهتلاقيها في دواليب التلاجة وفي دواليب المطبخ موجودة عندك. إذا كان شوية فول سوداني زي الفل، شوية حمص جايين من طنطا بلدي وأنا عيب أعيش في طنطا، حمص الجميل الحلو ده كده، والسمسم هنعمل سمسمية وفولية وحمصية، بيعجبنا أوي التركيبة الثلاثية دي. وجوز الهند أنا ليا موقف معاها، قيمتها الغذائية عالية جدا، فعايز أعملها النهاردة بطريقتي. كيس جوز الهند كده بثلاثة تعريفة هنجيبه مع بعض ونشوف ازاي نعمله حاجات لطيفة تقدري تضيفي في ليفر حلو، حبهان، مستكة. الجوز الهند يعني طعمها مش مقبول ان الواحد ياكل واحدة ولا اتنين، ولكن تقدري تضيفي بعض الفليفر زي الحبهان، زي حبة البركة، زي الفانيليا، الحاجات اللطيفة دي تخلي الواحد ياكل خمسة ستة ولسه يقول لك هات كمان. يعني النهارده حلاوة المولد، إيه رأيكم؟ هنعملها بالمفاجأة بحبة البركة، بالفانيليا، بالحبهان، هنشوف نعملها إزاي. أكيد المغازي له تركايته، ولما نقول تركاية صغيرة بتكاليف قليلة تقدري تحولي الموضوع لطعم تاني. يعني كده بالعربي تفاصيل صغيرة في حلاوة المولد، ولكن شكل تاني وطعم تاني. طيب تاني خطوة نعمل الشربات مع بعض يا شربات. نعمل الشربات ازاي؟ الوقت بتاع الحلقة بتاعتنا ما يسعفنيش ان انا اعمل الشربات، الشربات ده عايز وقت للأمانة، انا معاكي صريح وواضح، فانا مجهزه من بدري ولازم يتحضر من بدري. عياره قد ايه يا عم الشيف؟ هتحطي 4 كوبايات سكر، يعني تقريبا كيلو سكر على نص كوباية مية. بجد؟ اه 4 كوبايات سكر مع نص كوباية مية. اه شفت الجو ده كده هيديك القوام ده، نشوف القوام حالا، كل حاجه هقولها دلوقتي. حاضر، عينيا الاثنين. طيب نشوف القوام بتاعه واحنا مع بعض. اه ويفضل تعمليه من بالليل يبقى احسن، يعني لو عملت الشربات ده من بالليل يبقى افضل. اه شوف القوام بتاعه كده. اه دي طريقه، في طريقه تانية سهله. اه هيطلع معاك الشويه دول حلوين. طب عشان يطلع معايا بالقوام ده ما تقلبهوش، انت تحطيه على نار هاديه وتحط السكر مع الميه وتحطيهم. المخرج الجميل بيسالني بيقول لي ليه الليمون؟ وجود الليمون هنا بيساعد على قوام السكر، بيديله لزوجه وقوام، وفي نفس الوقت كمان بيديله طعم. اه عايزه تجودي حط عود قرفه، يبقى الشربات بطعم القرفه. عايزه تجودي اكتر تحطي فانيليا زي ما انت عايز. اهو شفت الشربات ده؟ الشربات اه زي العسل. اه شفت؟ يعني حطيناه برطمان ابيض كده هنقول عليه عسل على طول. اه اه شفت الشربات؟ اه هو ده. اه حلو. طيب الطريقه الثانيه ايه؟ وهي حلوه وطريقه لطيفه، في الماركات او في عند اخواننا اللي بيبيعوا الحاجات بتاعه المكسرات، وحضراتكم عارفينها كويس في السوبر ماركات، عسل الجلوكوز ده حلو. ده البرطمان عامل تقريبا 20 جنيه سعره في متناول الجميع. يا اما انك تقدري تعملي شربات خفيف شويه وتحط عليه عسل الجلوكوز هيديكي نفس القوام بالشكل ده كده، شربات خفيف. اه خلي بالك ويديكي نفس القوام. اه ايوه، ما انا ده عسل الجلوكوز اهو اهو. فانا هعمل ايه؟ هاخد الاثنين احطهم على بعض. ايه فايده الاثنين على بعض يا عم الشيف؟ بيخلي حلاوه المولد القطمة بتاعت الايه؟ السمسمية والحمصية اللي احنا عارفينها. اهو هننزل بالايه؟ بعسل الجلوكوز. نجيب المعلقة دي كده ونحركه شوية. شفت نازل ازاي القوام بتاعه؟ سميك ده. اه نزله كده عليه ونحطهم كلهم على بعض. شفت دي هي دي القطمة دي اهو، شفت نازل ازاي؟ يا ويلي هو ده. ونقلب كل ده مع بعض. شفت عامل زي الازاز؟ اه شفاف جدا. اه هل وتقيل جدا. اه هننزله على الشربات اللي احنا عملناه. شفت مش عايز ينزل من المعلقه ازاي، بس احنا هننزله بعون الله. هو المفروض يعني
دي غلطتي ان انا المعلقه دي كنت ابلها زيت واشتغل فيها. شفتوا ازاي بعترف؟ والاعتراف بالادله شجاعه اهو. شفت ازاي؟ بس انا ازاي اهو هقلب بنفس المعلقه اهو ده اهو. شفت الموضوع بسيط ازاي اهو. نزلت خدت كل اللي في البرطمان بقلبهم، وانا مطلوب مني اعمل شويه حمصيه وسمسميه وفوليه، فاخد من كل حاجه معلقتين كده واضيفهم على السمسميه والفوليه. شفت وانا واقف الموضوع سهل ازاي؟ طبعا انت عايزه تعملي كل حلاوه المولد اعمليها، عايزه تشتغلي فيها من بالليل كده والاولاد يشاركوا الفوليك معاكي في المطبخ، والنشأه كده والولد جوانا والولاد يعرفوا الاهتمام بالمناسبه الجميله، المناسبه العظيمه، المناسبة النبوية. ده حاجة حلوة يعني. احنا اتولدنا لقينا امهاتنا بيقعدوا على الطبلية ويعملوا كحك العيد. تعالى يا حمادة. نعم يا ام. تعالى شغل المفرمة واعمل البسكويت. تعالى يا حمادة شيل السجدة وديه لخالتك ساعدنا، وهكذا. نفس القصة بتاعت حلاوة المول. تعالى يا واد قلب الفول السوداني ده كده على ما اجهز السكر. تعمل ايه يا ماميتو؟ بعمل حلاوة المول. حلو الكلام ده المفروض يعني. ويوم في الاسبوع ويوم في السنة يعني. انا اعرف المدارس النهارده عاملين حفلات بمناسبه حلاوه المولد، مش لابسين اليونيفورم، وده حاجه حلو. لبس تاني علشان الاولاد يعرفوا ان في حاجه اسمها مناسبه عظيمه. ناخد ده كده وخلصنا من الكعبله اللي احنا فيها دي كده، ونقلب ده كده مع بعض. بقى الشربات عندي جاهز اهوت. تقدر تحطيه على نار هاديه؟ ماشي. شفت الشربات؟ مش هتشوف القوام دلوقتي، هتلاقيه تقيل جدا. على نار هاديه. اقف على النار هنا. واشتغل. شفت المعلقه تقيلت معايا؟ بص على الحلاوه دي كده بقى اهو. هي كده خلصت. سمسميه، فوليه، لوزيه، فستقيه، زي ما انت عايزه. اهم حاجه الكافيه الاخيره دي. شفت الشربات؟ يجعل ايامنا شربات كلها يا رب، قولوا امين. ده العسل. ده الشربات بتاع الايه؟ التحضير بتاع حلاوه المولد. شفت القوام طلع معايا ازاي؟ شفت نازل ازاي؟ بص بص بص. شفت ايه؟ لما بينزل النار بيبدا يفك. انا عايزه يفك ليه بقى؟ عشان لما اقلبه على الفوليه ولا على السمسميه تشرب. وبعد كده نسيبها تبرد. الله عليك، هو ده. شفت المخرج الشاطر؟ خلاص عارف الماهية. بص بدات تفك ازاي معايا؟ لو انا عايز انزل الباقي في البرطمان احطه في حمام ميه وانا واقف كده وزي الحلاوه دي. ميه بتغلى اهي، هعلمك برضو حاجه كده. وعايزه تاخد كل اللي في البرطمان دي ميه سخنه، هناخد اللي في البرطمان ده ونحطه هنا كده شويه كده، وهتلاقيها ايه فكت معاك تثبت كده. ممكن احط كمان معلقه. الحاجات الصغيره دي بتفرق اهو، زي الفل. مع الوقت هتلاقيه فكت. شفت ازاي انا بتعامل في المطبخ؟ ده خلاص بقى اهو. خف. على نار بقى. بص معايا للشكل ده كده. هو ده خد مننا وقت. ده يتحضر من قبلها. لو هعمل الشربات ده محتاج الوقت الحلقه؟ لا، ده عايزه تقريبا ساعتين عشان يطلع معانا الشربات ده. خلصنا من الشربات ده، ناخده خلاص كده جاهز بالقوام ده. حلو. ده اهم حاجه. فيك تحط هنا حبهان تبقى الفوليه بطعم الحبهان، فيك تحط هنا فانيليا تبقى الفولية بطعم الفانيليا، فيك تحط قرفة تبقى الفولية بطعم القرفة، ممكن تحط مثلا مستكة تبقى الفولية بطعم المستكة. تدوبي مثلا فصين مستكة وتحطيهم على الشربات خدت طعم المستكة. أنا بديكي فرص إنك تعملي حاجات مش موجودة بره، عشان كده بقولك لما تعملي حلاوة المولد في البيت، القصه مش انك انت تخش المطبخ تعمليها، هتعملي حاجه لاولادك مش موجوده في محل بتاع الحلويات. يعني انا ما شفتش محل بتاع حلويات بيبيع الفوليه بطعم المستكه او الحمصيه بطعم الحبهان اللي انا حاططها في الفرن، او معانا حبه البركه اللي انا هعملها معايا دلوقتي، ويا رب البركه تخش كل بيوتنا باذن الله في المناسبه العظيمه دي. ندخل حبه البركه دي في السمسميه. تخيلي انك بتاكلي سمسم مع حبه البركه، اكيد البركه هتجيلنا، لان اللي بيشبط في البركه بتجيله البركه. السمسميه فين؟ في الفرن، بتتدفى برضه، بندفيها اهي. نبص عليها، نجيب السمسم من الراجل بتاع السمسم او العطار،
نقول له عايزين سمسم محمص. طب عندك سمسم ابيض حمصيه انت في الفرن عادي، تحط عينك عليه. حلو الكلام، خد لون ماشي، تبقى عندك جاهزه وزي الفل. تحمص السمسم، تعالوا نعملها مع بعض. انا من الناس اللي بيحب السمسميه، ويا سلام لو معاها طعم حبه البركه. والسمسم علشان نستطعمه اللي بيطلع منه الطحينه وزيت السمسم اللي الاكل التشاينيز واليابانيين والصينيين عايشين عليه، وقيمته الغذائيه عاليه جدا، اوميجا 3 يعني وداعا للزهايمر، يعني الذاكره بتاعتنا تقوى، يعني ناكله لاولادنا عشان ولادنا تبقى ذاكرتهم كويسه ويبقوا شطار. هو السمسم، واحنا من عشاق السمسم. ادي السمسميه زي الفل. درجه الحراره اخبار ايه هنا؟ زي عادي زي ما انا شغال. هاخد السمسم ده كده وينزل بيه هنا في قلب الايه الطاسه حلو. ده بيتجاب ابيض او بيتباع عادي، بس هو دلوقتي حاليا في المحلات بيبيعوه يعني ايه بكميات في كل مناسبه كده. بالله بصراحه يعني اخواننا التجار والناس المتخصصه الحاجات دي بتبقى متوفره وموجوده. حلو. طيب نبدا نشتغل فيها على الهوا، نبص عليها على الهوا، ومش هنزل بالشربات يا شربات غير لما نشوف المقادير على الهوا. سمسم والعسل معانا جاهز، اللي انا عملته من البدايه خالص. ده في السمسميه هو، في الحمصيه هو، في الفوليه هو. عايز اعمل دي علشان عندنا ايه جوز الهند اللي انا بحبها، نعملها مع بعض. ناخد كده ايه عايزها بطعم ايه؟ قول عينيا. دي علشان ايه؟ كمية كبيرة. والله إذا احتاجت شوية واحنا شغالين هناخد. نزل معايا ليمونة حلوة اللي أنا حاططها في الشربات أشيلها. الله. واخدة طعم الشربات. الليمونة دي مش عايزها، خليها هنا كده. ونقلب دي كده بسباتيولا. بسم الله. شفت الحلاوة دي كده؟ كل ما تتعرض على النار، عرفت ليه انا بقول لك السمسم دي دفيه وعلى نار هاديه كده؟ علشان كله ينسجم مع بعض. ومش هيتقلب معاكي مظبوط غير لما على نار هاديه تبقى السمسميه دافيه والشربات دافي. بعدين شوف شدت ازاي وانا لسه بشتغل. تخليها بره النار دلوقتي هتلاقيها قفشت. خمسه اللي بقى بعض مش هتفك، خلي بالك. واعمل العجينه بتاعتي كده لطيفه وجميله، وابدا بقى ايه؟ هم عاملينها دلوقتي في المحلات رؤيها جدا، الواحد كان يشوفها زمان ارتفاعها 2 سم يعني حاجه كتله كده سمسميه، دلوقتي تلاقيها ما اعرفش 1 مل ولا 2 مل. والله العظيم مش عارف ليه، عشان تبان ان هي كبيره. انا جايب معايا شويه جاهزين اهو، ممكن مخرجنا يشوفهم. بصراحه مش عاوز اقول لحضراتكم دافع فيهم كام. دي السمسميه اهي سهله خالص يا عم. والله انا جاي على بالي اكلها بطعم حبه البركه، ايه المشكله لما احط شويه حبه البركه؟ اهي عليها اهي. لف بقى كده محلات مصر وهات السمسميه تلاقي فيها حبه البركه من جوه. حبه البركه دي تعملها ازاي؟ نحمصها، حمصيها وتحطيها. هتقولي لي مره؟ ما هو المرار الحلو ده مع الحلاوه هيديك حلاوه وحلاوه تاني. المرار بتاع حبه البركه اللي احنا بنقول عليها مره، مع ان قيمتها الغذائيه عاليه جدا، والنبي عليه افضل الصلاه والسلام وصى فيها. والمناسبة الجميلة دي نستخدمها في الحلويات المولد، نبدأ ندخلها يا اخوانا. المدرسة المغازية بتقول استخدام حبة البركة في حلاوة المولد تدخل البركة علينا. شفت ازاي؟ السمسمية بحبة البركة. بس من فضلكم تقولوا ده ابتكار وحقوق الطبع لدينا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. التلفزيون المصري. يا اخوانا شفتي؟ الاختراع ده يتسجل لدينا وبس. ادي السمسمية بحبة البركة يا أمي. تبقى انت بس اللي عملتها في العيله. وفاجئ حماتك بيها. انت جبت يا بنت حبه البركه دي منين؟ ده طعمها حلو، ده بحبها من زمان. ده انا بشتري العيش من على الناصيه اللي عليه حبه البركه عشان بحب حبه البركه اللي بتبقى موجوده على الوش. تحطها لي في السمسميه؟ يا ماما يا تيتا، شفت الشيف المغازي عملها النهارده حكايه. شفتي؟ ادي السمسميه بتلف في ايديا زي الفل، بس مجرد ما اشيلها من النار هتشد على طول. نعم يا غالي.
لا حلو، سؤال لطيف. جوز الهند فيها زيوت، والله المخرج سأل سؤال في عمق الموضوع صعب جدا، بيقول لي ينفع نحط عليها جوز الهند؟ اه انا هشرح لك بالتفصيل عشان انت حبيبي. دي جوز الهند، اجيبها لك كده عشان تعرف ايه الموضوع ليه. لا دي اللذيذة بتاعت جوز الهند اهي، دي جوز الهند مع زبيب، دي طبيعي اهي، دي طبيعي بتبقى طريه كده، لان جوز الهند ما ينفعش ان هي تاخد السمكه بتاع السمسم، فانا لو حطيت جوز الهند هنا هيفصل السمسم من بعضه. اه دي شفت الجوز الهند اهي طريه ما بتتشافش. حلو اه، نحطها هنا كده اهي، نقلب. دي ما تسيبهاش على النار، شفت طول ما هي موجوده على النار بتدوب في ايدك اهي، نشيلها بقى خلاص. شميت ريحتها، طعم حبه البركه مع الشربات، ممكن تعملها بالفانيليا، ممكن تعملها بالحبهان اهو. حلو اه، نشيلها كده من النار. يلا بينا نجيب صينيه زي دي كده. حلو، ورقه زبده، دي صينيه البيتزا اهي، حطينا ورقه زبده. مخرجنا بيقول لي دخلها قدام شويه. حاضر، ناخد الزيت ونشتغل كده. شفت بقى التركايه دي اهو، عشان لما نيجي نطلعها بعد ما نقطعها كده بشكل مستطيل، اتنين في تلاته، تلاته في سته، سته في تسعه، تطلع معاكي على طول يا حلوه. اه شفت الزيت ده كده اهو، انا قلت من البدايه خالص وانا بقدم الحلقه بتاعتي، ادواتك فرشاه ونص كوبايه زيت جنبك كده. حلو، وناخد السمسميه وهي لسه دافيه، لو لقيتها شدت دخلها النار تاني، شدت والله دخلها النار تاني اه، تدفى كده عشان تنزل معاك وتعرفي تسويها اه، مش هتساوي بالمعلقه دي كده بقى. حلو اهي، شفتي تدفى كده ونشغلها وناخدها نحطها على طول في الايه وهي كده في حلاوتها. يلا بينا يلا بينا يلا بينا اه. ايه ده ايه ده، الله، وعملنا السمسميه وبسرعه قبل ما تشد مننا. اسباتيولا فيها زيت اه، شفتي اه، اشتغلي بقى فيها اه، مستحيل تمسك اه، واحنا مع بعض اه، مسكت اهي مسكت اهي اهي، ونفردها. موضوع فيه عقل، فيه فكر، فيه حب. داخله المطبخ اعمل سمسميه للاولاد النهارده، جوزك يتفاجئ، متعود تقولوا له هات سمسميه معاك وهات حمصيه، جيب حلاوه المولد يا حماده وانت جاي، تفاجئ انك انت عملتيها. هيقول لك ايه يا حبيبتي حلاوه المولد دي كنت هجيبها بكام يعني؟ ب 1000 جنيه ب 500 جنيه خديهم حلالك اه، عشان يشجعك، ده المفروض يا باشا اه، اللي بالك عشان تشجعها. المره الجايه تعمل لك الكحك كله، المره الجايه تلاقيها عامله مشروع في البيت حلاوه المولد، تقول لك خد يا حبيبي النهارده ربنا كرمنا بشويه اي حاجات كده ولفات من ورا المشروع اللي الشيف المغازي علمه لنا ده في البيت اهو. هات صواني بقى واشتغلي شويه كده قبل المناسبه باسبوع، وقطعيها واعملي علبه كده عليها اسمك او اي اسم تختاريه من اولادك كده، وتوزعيها وتبيعيها. عايزه اسويها، اسويها ازاي؟ اهو الزيت، واسويها كده اهو، ريحه جايه كده الاسباتيولا تديك الشكل والسمكه اللي انت عايزها اهو. خلي بالك السمسميه جايه التفاصيل بتاعتها على الشاشه، فيها ايه؟ حبه البركه، مش هتلاقيها في اي محل فيك يا وطن يا عربي، سمسميه بحبه البركه. لو حد شافها يصورها يحطها على السوشيال ميديا دلوقتي، ويقول يا شيف مغازي والله احنا فلان الفلاني عملها واهي، عشان بس اللي يعملها يقول لك دي طريقه المغازي اهو. احنا مش بنبخل على حضراتكم بحاجه، كل ده هيدخلنا الجنه باذن الله اهو. عايز اعمل حلاوه جوز الهند، طيب خلاص ماشي، انا معايا جوز الهند عايز اعملها لكم، بس انا اقول لك برده ازاي تعمليها. شفت ازاي اهو، دي سمسميه اهي، لازم لازم لما بعمل كده عشان ما يبقاش فيها هواء اهو، عشان تديكي السمكه اللي انت عايزاها كلها تبقى واحد اهو.
كل ده بواسطه الاسباتيولا وفيها زيت متونه زيت كلها سوى واحد. حلو الكلام. السمسميه عملناها. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.